سكان العراق الأصليين اعتنقوا المسيحية منذ القرن الميلادي الأول، وهم الأشوريون والبابليون الذين أطلق عليهم فيما بعد أيضاً اسم السريان. المسيحية في العراق 2000 سنة من عمر العراق. المسيحية في العراق تعني 2000 سنة من عطاء حضاري، عطاء إنساني، عطاء ثقافي. المسيحية في العراق تعني العراق. العراق من دون مسيحية يبقى عراق مشوه، عراق مبتور، عراق تنقص إحدى أهم الخصائص الثقافية الحضارية لتاريخه. أرجوكم مثل يسوع المسيح الذي ما حمل حقد في قلب الرجال الذين صلبوه وقال على الصليب اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون، نحن هاليوم كلنا في قلب واحد نقول يا رب اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون. قالوا في سيارة سودة أوبل وقفت، يعني كنا بنرجع من الطريق وقفت علينا. قال اثنين كانوا ملثمين بيدهم رشاشات واثنين قاعدين بالسيارة. قال شو اسمه أخذوها البيبيان سحبوها من عندنا ووجهوا رشاشات علينا أنهم بالدغري بتروحوا أنتوا على البيت، ودخلوا بيبيان بالسيارة. وانتظرنا بلكي يجينا تليفون يعني بنعرف يعني ليه هيك عملوا. ني ساعة بالسبعة جانا التليفون من عندهم، قلت لهم بدكم مصاري أي شيء يعني؟ قالوا لا إحنا ما بدنا مصاري، بدنا نحرق قلبكم، لأن أبوها بيعتبر خاير. يعني يوم السابع كان ساعة بالستة الصبح جانا يعني الشباب من المنطقة بيصيحوا علينا من البالكون، قالوا إن في بنت يعني دي يقولون مقتولة شامريها بالساحة. رحنا كلتنا ركب الساحة شفنا ما فيها مشرشف وصدرها كله محروق وشم شوه. عم مختص بيها وصاير عندها نزل من هيك متوفية. أظهر صليبي وأمشي، ويعني بالنسبة للخوف أني ما أخاف لأنه إيماني بالله قوي. إذا كان الله معي فمن علي؟